السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه كود كلاب، ده يعلمك فكرة البرمجة، ازاي تفكر تفكير بتاع برمجة. فكرته سهلة جدا وبسيطة، انت مش بتحفظ اكواد، لا انت بس بتوصل حاجات ببعض، بس بتفكر تفكير منطقي، المفروض ان انا اوصل ايه بعد ايه، وليك ان انت تحطها على الموبايل وتلعبها على الموبايل بطريقة سهلة جدا. طب انا دلوقتي عايز يفتح مثلا الباب، ايه الخطوات اللي انا اقول للقط دوت انه يمشي يفتح كذا يعمل كذا. تقدر تعمل قصة من خلالها، تقدر تعمل مسرح، تقدر تعمل لعبة، تمام. وطبعا في الاول بتبقى حاجة زي السكراتش، وبعد كده تقدر ان انت تعملها بايثون. طبعا هي السكراتش هي البداية، وبعد كده في مواقع كتيرة جدا بدأت تتبنى الفكرة ديت، او بيبدأ هوم بيبدأ يفكرك فكرة البرمجة، وبعد كده سكراتش، وبعد كده بايثون، وبعد كده في حاجات إضافية. طبعا الموضوع سهل جدا وبسيط، يعني حتى مناسب للأطفال. الفكرة ان هو ما يقعدش يحفظ كود قد ما يفهم الكود بيتكتب ازاي، يفهم طريقة التفكير، يفهم فكرة اللوب، يفهم فكرة البرمجة بتتم ازاي. طيب خلينا مثلا نبدأ نيجي هنا، تمام، ونقول له احنا عايزين مثلا نعمل ميوزك، تمام. في حاجات موجودة، وممكن احنا نعمل تون جديدة مثلا، ماشي. اي مجرد ان انت بتوصل الحاجات ببعض، يعني لما ادوس هنا ايه اللي يحصل، تبدأ تشوف ايه الادوات اللي تساعدك. مثلا هعزف على البيانو، طب ايه اللي موجود في البيانو، في مثلا ممكن تقول له عشوائي. طيب انا عايز اعزف مثلا على الحاجات دي، ماليش انا في الموسيقى، بس ايه بدنا بنتخيل، تمام. فممكن تحط مثلا لوحة زي كده، تمام. طيب هنا بيعلمك بقى فكرة التكرار، ان انا مش لازم اعمل بلاي كذا مرة، كوبي بيست كوبي بيست، لا ممكن اقول له كررها لي 3 مرات. طبعا هو في الاول بس ديت، انما بعد كده هيبدأ يديك تولز تانية. هنا اديني رقم عشوائي من 1 لـ10 اهو، يعني مش لازم يلتزم بالتلاتة، لا كل مرة، مرة خليها 1، مرة خليها 10، مرة خليها 8، وهكذا، تمام. الكنترول هنا ممكن تعمل ريسيت، وهكذا بيديك شوية تولز حلوة تفهم منها فكرة البرمجة. طيب هنا ده عبارة عن ايه، هتبدأ تعمل الافاتار. طيب لوك هنا بقى بتقول له ايه، خلي اللون لونه اصفر، وخلي الهيد جير بالشكل دوت اللي هو اللي فوق ده، تقدر تغيره لاي شكل انت عايزه. زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط، وان شاء الله يعجب الاولاد يعني. وهكذا بنبدأ بقى كل مرة نتعلم حاجة جديدة قبل ما ندخل في السكراتش. هنصمم تيشيرت دلوقتي، بيقولك بقى ابدأ احط البن، اللون القلم ايه، تمام، وبعد كده السايز بتاعه سايز. طيب نبدأ بقى ان احنا نرسم، هقول له اتحرك مثلا 50، نغير الزاوية وهكذا. طيب بص بقى، ممكن نقول له ايه، اعمل لي الموضوع ده 4 مرات. طيب هو هنا بدأ يتجه، بس احنا عايزين بقى ايه، يعمل روتيت. رسمنا مربع بشكل جدا سهل وبسيط. فان شاء الله كل شويه كده لما نلاقي نفسنا فاضيين نبدا نشتغل شويه، نتعلم الجافا ونتعلم كل الحاجات ديت. جرب الموقع وان شاء الله يعجبكم باذن الله.